السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الناس اللي مهتمه بشيومي باجهزه شيومي ودايرين بها ازدحام، انا من الناس اللي ما كنصحكمش انكم تشريو شيومي لعده اسباب. ان بالنسبه للسبب ان التليفون يكون خدام عندك ويطفى بدون سبب، العكس ديال الاجهزه الاخرى مثلا كيطيح كتعرفوا انه طاح انت المسبب ديالو، درتي له شارجور ما مزياش، طاح في الماء دخلتي به الماء او طاح في الماء، الا هاد الاجهزه هذه كيكون لها خدام. والمشكل ديال هاد الاجهزه واللي عنده دابا شي جهاز، من الافضل ننصحو يدير واحد الباك اب ياخذ داكشي المعلومات اللي باغي. وغادي نوريكم شحال الاجهزه اللي كتجينا وكلهم نفس الكلام، ان التليفون كان خدام نورمال ولكن واحد الساعه طفى بدون سابق انذار. فلهذا انا ما ننصحكمش بالاجهزه ديال شاومي. غادي نشوفو الاجهزه ديال شاومي، شحال الاجهزه ديال شاومي. شوف مراتي الا بقينا نهضروا عليهم، هات أجهزة بلاتي مازال مازال. شوف شوف هادي كلهم أجهزة ديال شاومي، كلهم شوف كلهم أجهزة ديال شاومي. شوف شوف شحال من جهاز كيدخلنا يوميا بلاتي مازال نجبدو هنا ما أجهزة داخلة. يلاه هذا يلاه قديتو عاد دابا المولاه، تا هو هذا بروسيسور، كلشي بروسيسور هنايا، لي بروسيسور بروسيسور ديشنا هنا. هات أجهزة أخرى، أجهزة أخرى، أجهزة أخرى، يعني عدة أجهزة كلهم ديال هاد الشركة اللي صراحة كيبان لي غير كتبزنس في عباد الله هنايا، فهمت؟ فمن الأفضل أخوتي أنا ما ننصحكمش بهذا الجهاز هذا، على حسب الثمن، يعني الثمن ما يستاهلش أنه يكون هكذا. وإلا كان شي جهاز مزيان ديال المرة غنقولها لكم، بطبيعة الحال إلا كان شي جهاز اللي هو مزيان راه غادي ننصحكم به، ولكن لحد الساعة ما بان لي عندهم حتى شي حاجة كتفرح. تقريبا جميع الاجهزه تاع داك لي موب ديالهم وكذا، ربما راه كاين شي واحد اللي راه لايحهم في القناه ديال فيوتيوب، وكاين شي حاجه اللي راني مازال غادي ندير لها فيديوهات ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين انتما شفتوا، ايوا هذا الشيء اللي كاين. فالمهم باش ما يبقاش بان ما يعمر عليكم السواراج وهذه يبقى يغركم الفيديوهات، شوف غير هما شنو كيجيبوا حتى سميتو في الاشارات ديالهم، شنو كيجيب لك واحد بعيد عن الدومين وبعيد على هادشي وبقى يزين لكم هذا، وانتم غير حالين فمكم وشري يا ما تشري. داك الثمن يمكن لك تشري به اجهزه افضل وافضل. فلهذا عارف شنو كتشري. كان معكم عزيز الرشيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.